سلام الله عليكم متابعينا. يقع الإنسان في كثير من الأحيان في ذنوب عظيمة بغير إرادته وينجر وراءها دون أن يشعر، ولكن ما فعله هذا الصحابي بعد ارتكاب ذنبه كان شيئا عجيبا. في هذا المقطع سنروي لكم قصة الصحابي الذي رأى امرأة جاره تستحم عارية ففعل ما لا يخطر على بال أحد. لتعرف القصة كاملة تابعنا حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد، ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات. في زمن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك شابا من الأنصار يدعى ثعلبة، وكان شابا نقيا تقيا صالحا يحب مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فيخدمه ويلبي له كل طلب ويتبعه أينما ذهب. وفي أحد الأيام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي له حاجة، فمر ثعلبة برجل من الأنصار من جيرانه فرأى امرأة الأنصاري تستحم عارية فأطال النظر إليها، ثم فجأة أفاق لنفسه وأحس بعظم ما فعله من ذنب، وأخذه الخوف من أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما فعل ويفتضح أمره أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. فخرج هاربا من المدينة بسرعة إلى جبال بين مكة والمدينة، فدخل بينها وجلس في أحد كهوفها نادما على ما فعل وخائفا من غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما فسأل عنه الصحابة ولم يعلم أحد بمكانه. ثم نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه مشاهدينا، فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن الهارب من أمتك بين هذه الجبال يتعوذ بي من ناري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ويا سلمان انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد الرحمن. فخرجا يبحثان عنه خارج المدينة فلقي في طريقهما راعيا من رعاة المدينة، فقال له عمر هل لك علم بشاب بين هذه الجبال؟ فقال له الراعي لعلك تريد الهارب من جهنم. فقال له عمر رضي الله عنه كيف علمت أنه الهارب من جهنم؟ فأجاب الراعي قائلا لأنه إذا كان جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال واضعا يده على رأسه وهو يقول يا ليتك قبضت روحي بين الأرواح وجسدي بين الأجساد ولم تجردني في فصل القضاء. فقال عمر هو من نريد. فاصطحبهم الراعي إلى تلك الجبال، فلما جن الليل خرج ثعلبة من بين تلك الجبال وضعا يده على رأسه وهو يقول يا ليتك قبضت روحي بين الأرواح وجسدي بين الأجساد ولم تجردني في فصل القضاء. فعاد عليه عمر واحتضنه وقال الأمان والخلاص من النار. فقال له عمر أنا عمر بن الخطاب. فقال له ثعلبة يا عمر هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ فأجاب عمر لا أعلم إلا أنه ذكرك بالأمس. فبكى ثعلبة شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر يا عمر سآتي معكما ولكن لا تدخلاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي وبلال يقول قد قامت الصلاة. فقال عمر حسنا سأفعل. فأقبل إلى المدينة وصادف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلحق عمر وسلمان بصف المصلين، ولما سمع ثعلبة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال يا عمر يا سلمان ما فعل ثعلبة بن عبد الرحمن؟ قال ها هو يا رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وقال يا ثعلبة قال لبيك يا رسول الله. فنظر إليه وقال ما غيبك عني يا ثعلبة؟ قال ذنبي يا رسول الله. قال أفلا أدلك على آية تكفر الذنوب وتمحي الخطايا؟ قال ثعلبة بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ثعلبة ذنبي أعظم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كلام الله أعظم. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى منزله،
فذهب ثعلبة إلى منزله، ولكن العذاب والهم الذي كان يعانيه من ذنبه جعله يمرض مرضا شديدا استمر لثمانية أيام. فجاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل لك في ثعلبة نأتيه لما به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا إليه. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رأسه ووضعها في حجره، فأزال رأسه عن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله: لما أزلت رأسك عن حجري؟ قال ثعلبة: إنه من الذنوب ما الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجد؟ قال: أجد مثل دبيب النمل بين جلدي وعظمي، أي أنه يعاني من ألم شديد ورجفة في جسده. فقال له النبي: ما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. قال: فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمه بذلك؟ قال: بلى. فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فصاح صيحة مات على إثرها. فأمر رسول الله بتغسيله وتكفينه وصلى عليه، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أنامله. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أناملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا، ما استطعت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة ما نزل من الملائكة لتشيعه. وهذه هي قصة الصحابي ثعلبة الذي أذنب ذنبا واحدا دون الإصرار عليه، فلام نفسه بشدة وهرب خوفا وحياء من الله ورسوله، وقد أكرمه الله عند موته بسبب صدقه وحيائه. الجدير بالذكر مشاهدين أن كثيرا من العلماء قد ضعفوا هذا الحديث، ولكن نذكره لما فيه من صدق التوبة والقلب الخاشع، والذي يملكه الكثير من المسلمين فضلا عن الصحابة، فهي قصة للعبرة والمعرفة، ولأنه ليس فيها ما يستنكر. عزيزي المشاهد، في نهاية الفيديو ننصحك بمشاهدة هذا المقطع أيضا، والذي ستعرف فيه ماذا فعل الشيطان من مكائد مع الأنبياء، كيف أراد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل مع ذو الكفل. ستجدون الرابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.